ما كانش ينفع النهارده فريق من الفرق المهمه جدا والمحترمه جدا يصعد ويعود مره تانية للدوري الممتاز، فريق نادي طنطا، وما نحتفيش بيه ويكون معانا اتنين من اهم لاعبي فريق نادي طنطا ومن اهم اللاعبين في دوري القسم الثاني، وكان ليهم دور بارز جدا مع زملائهم في تاهل فريق نادي طنطا. ومجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة خالد عيد ومجلس الإدارة برئاسة فايز عريبي في عودة نادي طنطا مرة تانية إلى الدوري الممتاز. معايا الكابتن جلال عقدة، كابتن جلال، برحب بيه. مرحب بيك، ربنا يخليك يا كابتن. منور، مبروك. ده نورك حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن محمد ممدوح خفاجة، ده بقى واحد من نجوم نادي الزمالك على مستوى الناشئين، واحد من نجوم القسم الثاني، نجل الكابتن الكبير الكابتن ممدوح خفاجة، ومن المنيل من عندنا. طبعا كابتن خفاجة منور، ربنا يخليك، ده نور حضرتك. الناس بتتكلم عليك بشكل كويس جدا، يعني بيجاملوا شويه. لا لا لا، يعني الناس بتوصفك ان انت فيجو كمان. ربنا يخليك، انا مبسوط طبعا ان انا مع حضرتك النهارده، والحمد لله مبروك على نادي طنطا كله والجماهير كلها. كنتوا متوقعين ان التاهل دوت يتم، ولا حسيتوا كده ممكن ان صعب ان السنه دي ممكن نصعد الى الدوري الممتاز؟ والله يا كابتن احنا بادين من شهر 6، احنا اول فرقه بدأ في الممتاز بقى على فكره، بادين من شهر 6، بادين بقى لنا فتره كبيره جدا. الواحد كان عنده ثقه في ربنا كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نصعد الدوري الممتاز السنه دي، عشان احنا تعبنا، معانا لعيبه رجاله ومعانا جهاز فني محترم على اعلى مستوى بقياده الكابتن خالد عيد، ومعانا مجلس اداره محترم جدا مساندنا من اول الموسم. قدرنا يعني الحمد لله ان احنا نعمل ماتشات كويسه وعملنا سيزون كويس، فربنا اكيد مش هيضيع تعب حد، يعني احنا تعبنا السنه دي والحمد لله ربنا كلل تعبنا دوت بالصعود، يعني الحمد لله. اكتر فتره قلت فيها ان احنا ممكن يعني خلاص هنصعد السنه دي، ربنا رايد لنا ان احنا نصعد للدوري الممتاز؟ طبعا انا زي ما جلال قال، يعني انا عايز بس اضيف حاجه، معلش، احنا في اول بقى لنا 3 4 سنين بنوصل للفاينلز، يعني في موضوع الترقي وربنا ما بقاش فيه توفيق ان احنا نصعد، بس السنه دي انا شايف ان المنظومه كلها متكاتفه، من اول رئيس النادي طبعا استاذ فايز عريبي ببارك له، ببارك للناس كلها، من اول مره السنه دي نلاقيه بيحضر كل الماتشات ومتابع وبيسافر معانا وبيحضر وبيقعد معانا تحت، فانا شايف يعني مركز. مباراه الناس مركزه كلها، كل الناس، يعني كل الناس نفسها، يعني حضرتك لو جيت يعني لو كنت في طنطا النهارده كنت شفت يعني مهرجان كان هناك بعد ما صعدنا. في مباراه المنصوره في الترقي كان لازم نروح نكسب الماتش ده، يعني لو ما كسبناش كان المنصوره لو كسب كان هيعدينا بنقطه ويتصدر هو الدوري لغايه اخر الاسابيع، بس الحمد لله كنا يعني من ساعه ما احنا لما خدنا الماتش ده انا قلت هو جه معانا الماتش، ربنا كاتب لنا الصعود، يعني استاذ فايز جه معانا الماتش ده هناك. يعني الماتش المنصوره ده كان يعني الضوء الاخضر للصعود للدوري الممتاز. ماتش ده منهور بقى، يعني المواجهه دايما المواجهات الفاصله دي ما بتخليش اللعيبه تنام خالص يا كابتن، والله خالص. قول لي بقى يعني ايه اللي حصل قبلها، قول لي الكواليس. اول ماتش اصلا يا كابتن، اول ماتش من 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 الساعه 12 كده، هم طبعا بيلموا التليفونات وكل حاجه، احنا اصلا عشان ننام، يعني انا وخفاجه برضه قاعدين، فعشان ننام يا كابتن النوم ما بيجيش، النوم ما بيجيش فعلا يا كابتن، والله دي حقيقه. فكل شويه ننام ونصحى، ننام ونصحى، ننام ونصحى، لحد ما بيجي ميعاد الماتش. طبعا بقى عليك ضغوط نفسيه رهيبه طبعا، لحد ما بتنزل الملعب، لما بتنزل الملعب كل ده بيتنسي، لكن هو الاجواء طبعا بتبقى صعبه جدا يا كابتن قبل الماتش. فالحمد لله اول ماتش عندنا قدرنا نطلع بالثلاثه بونت، كسبنا 1-0، وقدرنا ان احنا نطلع النهارده 0-0، ونتيجه مش وحشه خالص في ظل ظروف الملعب، ملعب سيء جدا، وفرقه دمنهور فرقه محترمه بقول لها هارد لك، عملت اللي عليها. لكن هو انا شايف يا كابتن ان هو في ظلم في الموضوع، ان انت تبقى تلعب دوري طويل وتطلع اول، وتلعب برده واحد لعب دوري طويل وطلع اول، وتلعبوا بعض الماتش فيصل، بيبقى فيها ظلم الفرقه من الفرقتين اكيد. يعني انت شايف ان النظام دوت مش مفيد؟ انا شايف يا كابتن بيظلم الفرق. في فرق، يعني فرقه زي دمنهور دي اول مثلا من اول السنه، فرقه زينا احنا اول من اول السنه، راكبين الجدول من اول السنه يا كابتن، ما نزلناش تاني ولا تالت خالص. نيجي نوصل لحد الفيصل ونلعب مباراه فاصله، يبقى ممكن مجهودك كله بتاع السنه كله يضيع في ماتش زي ده، والماتشات دي يا كابتن بتبقى يعني ايه يا انت هو كده، ما بتبقاش ليها كبير، يعني ماتشات زي دي. خفاجة، يعني انت متربي في نادي الزمالك طيب، وواخد من وانت صغير على انك انت تنافس على البطولات،
الوضع اختلف بالنسبه لك لما روحت بقى بتلعب في انديه قسم تاني، وبالنسبه لفريق طنطا، وبقيت بتشوف فريق طنطا مختلف عن انديه تانيه انت لعبت فيها في القسم التاني، انديه تانيه انت لعبت فيها عن انديه ممكن بتكون بتأدي في القسم التاني وخلاص؟ تمام، زي ما بقول لحضرتك يعني ما قلت لحضرتك نادي طنطا يعني منظومه محترمه جدا، يعني انا شايف اللي هو في الممتاز بيه يعني لا يقل عن انديه كتير في الدوري الممتاز، يعني مجلس الاداره كله طبعا برئاسه الاستاذ فايز، يعني في طفره كبيره جدا في النادي. حضرتك لو جيت هتحس ان انت موجود في نادي في القاهره، من احسن انديه في القاهره. بس انا يعني زي ما قلت لحضرتك برده الثلاث يعني بقى لنا 3 أو 4 سنين بننافس، احنا يعني عندنا المركز الاول، يعني بنلعب على المركز الاول، يعني لو ما فيش مركز الاول اكنك ما عملتش اي حاجه. فاحنا يعني بقى لنا 3 أو 4 سنين بننافس، والحمد لله ان السنه دي الموضوع توفيق كان معانا الحمد لله وقدرنا نصعد. يعني الضغوط اللي انت شكلك شقي في المعسكر. لا خالص والله يا كابتن. لا 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 شكلك خالص خالص والله، ما بتهدأ ما بتهمتش. انا بضحك على الناس اللي معانا في المعسكر. والله مين اكتر واحد بتضحك؟ واحد اسمه رجب عبد التواب كابتن، برضه كابتن فريق الزمالك 12 سنه، هو مواليد 91. كابتن فريق الزمالك 12 سنه. هو موجود معانا السنه دي بكرايات محترم جدا جدا. معاه اصلا مش بطل كابتن ده. مش طبيعي والله. مش طبيعي. هو الفقره بتاعت المعسكر. الفقره بتاعت المعسكر. اللي يقول لي يعني مشهد من مشاهده وكده كمان. موهوب جدا يا كابتن. يعني ما تنساهوش طول الصراحه. عمل حاجات كتير، مش فيش حاجه في دلوقتي خالص. بيتكلم صيني، ممكن يكلمك صيني اكنه صيني يا كابتن. واحد صيني قبل كده كابتن حكى لي موقف ان هو كان في، ما نحاول نجيب رجب. هو كابتن لعب في شربين، كان بيلعب في شربين قبل ما يجي لنا هنا. فالمهم راح واحد صاحبه عزمه في بلد، فراح البلد دي فما كانش معاه فلوس خالص، ركب العربيه اللي هي فقام عامل صيني وعمل بايده كده بيقول لي نزلت من العربيه ب 200 جنيه. لا والله العظيم. اه والله يا جماعه. طب هو بيتكلم صيني ما تعرفش اصلا تصدق. ما عملش مواقف كابتن خالد عيد في حد من الجهاز؟ ما هو دايما بيهزر مع كابتن طارق غيدة المدرب العام. على طول بيهزروا مع بعض. ما عملش مواقف فيه؟ هو بيجيب صور بقى كابتن ممثلين شبه حد، يعني ممكن يجيب حد يقول لك ده شبهك. يعني هو كان بيقول على خفاجه شبه مين؟ ما قالش على خفاجه، ما يقدرش. ما يقدرش بره الاوضه. طيب يعني هو كان مثلا بيقول على الكابتن خالد عيد شبه مين؟ لا مش هقول يا كابتن. مش هقول، هقول الكابتن خالد ده بينه وبينه. ايوه طب ايه المشكله؟ هو لا هو كابتن خالد فيه شبه من نقيب الممثلين اشرف زكي. اشرف زكي في منه شويه كابتن خالد. طيب جلال انت مضيت لنادي الزمالك. يا كابتن على بياض. على بياض. الوضع مختلف دلوقتي بعد ما صعد نادي طنطا، ولا انت رايح؟ انا لسه كابتن، ما فيش اي حاجه خالص. انا من 3 شهور كده كان كلمنا عضو اللجنه الفنيه في نادي الزمالك كان سعد لطفي، وقال لي ان انت ما فيش مشكله انت تيجي تقعد معانا. قلت له لا ما عنديش مشكله خالص. فرحت قعدت معاهم. مع مين؟ استاذ مستشار استقبلني احسن استقبال. قعدت مع كابتن اسماعيل واتفقنا يعني على كل حاجه. يعني هو ما اتفقناش على حاجه، هو انا شرف لاي حد انت عارف ان هو يلعب في نادي الزمالك. كابتن انا مضيت على بياض، ما اتكلمتش في اي حاجه خالص، مضيت على بياض ومشيت. انت مين مسارك الاعلى في مصر ولا في اللي انت عايزه؟ مارسيلو يا كابتن، بحبه جدا. مارسيلو جدا. وفي مصر كابتن عبد الشافي. عم محمد عبد جدا بحبه جدا. هو كمان شخصيه محترمه قوي يعني. بس بيقولوا ان انت ستايلك زي سيد معوض كده. ده شرف ليا يا كابتن، يا ريت ابقى ربع. ولا انت زملكاوي مش عايز تتشبه يا ريت؟ لا يا ريت ابقى ربع والله. بس انا حد قال لي ان انت اصلا كنت اهلاوي وانت صغير. انا؟ حد قال لك كده؟ انا طنطاوي حاليا، طنطاوي. ايوه بس انا حد قال لي ان انت اهلاوي وانت كنت صغير. لا مش عيب على فكره. انا اصلا ما بحبش غير ريال مدريد. مالك انت مالك ارتبكت؟ لا ما ارتبكتش والله، انا بشجع ريال مدريد بس. هنا بشجع الاهلي والزمالك في افريقيا. خفاجه يعني هترجع تاني الزمالك ولا صعب ان انت ترجع الزمالك والعروض اللي بتجيلك من الدوري الممتاز؟ تفكيرك ايه الفتره الجايه؟ والله يعني الفتره اللي فاتت كان في كلام في كذا حته، بس انا يعني كان فين؟ يعني كان من 2 أو 3 سنين كان في سموحه، كنت خلاص على اعتاب نادي سموحه، بس حصل لي مشكله في ركبتي. عملت فالسنه دي الحمد لله اللي احنا صعدنا. انا شايف ان فرصتي هتبقى احسن مع فرقتي لما العب مع فرقتي في الدوري الممتاز. يعني انت مستمر مع؟ انا لسه عقدي فيه 2 سنين. هو انت مين مشيت ازاي من نادي زمان؟ والله انا فضلت موجود، انا اتصعدت كذا يعني وانا عندي 17 سنه لعبت فوق مع ايام. كنت بتلعب منتخبات؟ انا فاكر كنت في منتخب، كنت مكسر الدنيا في المنتخب، منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاته. كنت في كاس العالم جيل مدمتات شريف اكرامي.
بس بعديها الفتره اللي بعديها جيت لعبت كذا ماتش مع كنت بتمرن مع الفريق الاول ولعبت فوق مع مستر كابرال ومستر فينجادا بس جه بقى لغايه حضرتك عارف لغايه سن اخر سنه بيبقى ليك لغايه 20 سنه وبعد كده اما تصعد فوق او فجه ما صعدوش حد من الفرقه بتاعتنا كلها بس بعديها بقى وقتها مين المدير الفني؟ كان مستر بوكير على ما اعتقد كان مستشار مرتضى منصور هو اللي كان لسه اول سنه يرجع فيها اللي هو يمسك بس حصل بقى رحت كذا حته في الدوري الممتاز بعد كده نادي طنطا انا في نادي طنطا من 2009 بس بعد كده رحت بتروجيت سنه ونص في الدوري الممتاز وبعدين رجعت تاني بس فلفه كبيره قوي لو النادي الاهلي جه قال لك تلعب في النادي الاهلي او تنتقل للنادي الاهلي حاليا؟ اه انا ماضي في الزمالك يا كابتن انا زملكاوي متاكد؟ زملكاوي مش عارف مش حاسس لا لا زملكاوي يا كابتن طبعا وشك احمر لا لا زملكاوي انت عايز احنا بالغلط لا انا زملكاوي لا مش عايز اوقعك في الغلط انا زملكاوي يا كابتن الناديين من اكبر الانديه في مصر طبعا الاهلي والزمالك شرف لاي حد انه يكون موجود في اي نادي من الاثنين بس انا دلوقتي في الزمالك زملكاوي طنطا هيبقى ضيف شرف في الدوري الممتاز ولا لا؟ باللي انا شايفه في النادي من السنين اللي فاتت ما اظنش ان احنا هنبقى ضيف شرف يعني السنه دي لو حضرتك متابع احنا لعبنا فريق طلع الجيش في كاس مصر الناس كلها طلعت قالت ان حتى طارق كابتن طارق يحيى طلع اتكلم قال لك الفرقه دي انا ما بلعبش فرقه دوري ممتاز من القسم الثاني بلعب فرقه زيها من الدوري الممتاز فانا شايف ان احنا فرقه كويسه يعني عندنا لعيبه كويسه جدا مع التدعيمات اللي ان شاء الله من السنه الجايه مع يعني الدوري الممتاز بيبقى عايز طابع خاص لناس خبره تكون لعبت كتير في الدوري الممتاز فانا شايف التدعيمات مع مجلس اداره اللي هيعملها فمع اللعيبه الموجوده هنعمل حاجه احنا مش عايزين نصعد وننزل تاني السنه الجايه ان شاء الله يعني. كم لاعب من اللي موجودين في الفرقه يستمر ويصلح ان هو يلعب في الدوري الممتاز؟ يعني لو قلت حضرتك 10 او 12 15 لعيب ممكن بكون ببالغ بس انا في ناس كتير بتلعب دوري ممتاز في ناس كتير جاي لها عروض من انديه في الدوري الممتاز فشايف ان ربنا بقى هيكون يعني كابتن خالد طبعا هيشوف التقرير بتاعه واللعيبه اللي هتبقى موجوده واللعيبه مش تبقى موجوده مع التدعيمات زي ما بقول لحضرتك فان شاء الله نعمل سنه كويسه السنه الجايه ان شاء الله طموحاتك ايه بالنسبه بعد الانتقال للزمالك اول حاجه ان انا اثبت لهم ان انا على قد المسؤوليه واكون زي ما هم عايزين اكون على قد المسؤوليه واكون جدير ان انا العب في الزمالك ان شاء الله باذن الله تقدر تنافس حماده طلبه ان شاء الله تعرف تطلع الكره اللي طلعها ان شاء الله كابتن حماده طلبه لعيب كبير يا كابتن لعيب كبير تضحك ليه كابتن جلال عودة بتمنى لك التوفيق ومبروك تأهل نادي طنطا كابتن ممدوح خفاجة محمد ممدوح خفاجة واحد بتمنى لك التوفيق وببارك لك لأن أنت واحد من اللاعبين المميزين ونقابلك في نادي النيل بقى إن شاء الله تنور في أي حد ربنا يخليك بس يا كابتن من خلال برنامج حضرتك عاوز برضه أشكر اللعيبة صحابي كلهم كانوا رجالة لعيبة تعبت وعملوا اللي عليهم لعيبة كلهم رجالة ومن خلال حضرتك برضه بحب اشكر ابويا واخواتي ومراتي عشان دعواتهم ليا وبقول لهم ربنا يخليكم ليا ابوك اهلاوي ولا زملكاوي؟ ابويا اهلاوي اهلاوي عرفت بقى يعني لا ابويا اهلاوي لا ابويا اهلاوي لا ابويا اهلاوي صح يلا بالتوفيق يا جلال تروح الزمالك تروح الاهلي بالتوفيق في اي مكان بتمنى لك التوفيق طبعا كابتن خفاجه بشكركم نورتوني معلش الوقت قليل مفيش مشكله بس انتوا بجد كان لازم تطلعوا لان انتوا عملتوا انجاز وانجاز مهم جدا لجماهير تستحق جماهير نادي طنطا ونادي من الانديه الشعبيه مبسوط جدا النهارده بصعود نادي طنطا والشرقيه والنصر التعدين لانه ينتمي كمان للناس الطيبين اللي في اسوان مهم جدا ان تعود مره ثانيه الانديه الشعبيه طبعا بشكرك كابتن جلال ربنا يخليك يا كابتن ربنا يخليك سعيد جدا كنت مع حضرتك والله بشكرك ربنا يخليك انا مبسوط طبعا مع حضرتك ربنا يخليك بشكر طبعا النجم جلال العوده هيبقى نجم خلال الفتره اللي جايه برضو مش هنعرف نكلمه بعد كده كابتن خفاجه برضو نجم من النجوم المميزين جدا في سواء كان في ناشئ نادي الزمالك او مع نادي طنطا ببارك لي المسؤولين في نادي طنطا المسؤولين في نادي الشرقيه المسؤولين في نادي النصر للتعدين اتصل بيا الكابتن اشرف محمود اكد لي ان بكره دي جلسه وديه بالنسبه لانديه الصعيد جلسه وديه مش هيتم فيها اختيار المرشحين
أكد لي كمان أن لم يتم الاتفاق مع أي من المرشحين للرئاسة على اختيار مرشح الصعيد أو مرشحين الصعيد خلال انتخابات اتحاد الكرة. أكد لي كمان أن ما حدش بات في أحد فنادق مصر الجديدة، مع أن أنا كان عندي معلومة تانية، ولكن ده كلام أشرف محمود. بشكركم، الأسبوع الجاي نلتقي، تصبحوا على خير.